وأكد محافظ صلاح الدين أنه مع أن يكون هناك حي سكني للأطباء، لأن المشكلة تكمن في أن أسعار قطع الأراضي بالسعر الحكومي حسب قانون 252 أعلى من أسعارها الحقيقية، لهذا طالبنا من وزارة البلديات بإلغاء هذا القرار. موضوع الاستحقاق الوظيفي بالنسبة لقطع الأراضي، احنا مع أنه يكون هنالك حي خاص بالأطباء، واحنا وجهنا سابقا بهذا الموضوع على بلدية تكريت أنه تقوم بإجراء اللازم بالنسبة لقطع الأراضي اللي هي الاختصاص أولا، وبالنسبة للاستحقاق الوظيفي أعتقد عندنا مشكلة بها، يعني مشكلة ليست في المحافظة، المشكلة ممكن أن تكون هي في أجور الاستملاك للموظفين، القرار 252 اللي فرض أجور الخدمات ضمن سعر قطعة الأرض، فلذلك كل قطع الأراضي راح تكون أسعارها من الدولة أعلى من أسعارها بالحقيقة، وهذه هي المشكلة. احنا طلبنا بكتاب رسمي بإلغاء هذا القرار، وعدتنا الوزارة بأن تلغي هذا القرار، لأنه أي واحد ما راح يستفيد ولا راح يأخذ أي قطعة أرض على هذا القرار مجحف بحق الموظف عموما، يعني مو بس الأطباء. وإذا ما لغى هذا القرار، يعني أنا عندي معلومات بأنه هو في إجراءات الإلغاء، بس يعني الشيء رسمي ما أجاني لحد الآن، لأن هو كل ما اعترض عليه مجحف جدا القرار، ما بأي يعني الدولة عندها توجه وبرنامج حكومي أن توزع لكل مواطن، بس هذا راح يمنع توزيع لأي مواطن.